ضروري ضروري جدا أننا كما اليوم السلطة تاعكم السلطة المنتخبة تاعكم ولا تراجع في نفسها وتراجع في المؤسسات تترجع مؤسسات ديمقراطية لأن لا شيء يصح للجزائر من غير الديمقراطية والديمقراطية المسؤولة يعني واحد ما يمشيش يكسر بلاده لأنه يكره فلان اكره اللي حبيت ما تكرهش بلادك وما تخليهمش يستعملوك اليوم فيه بعض الناس راهم في دول أخرى مثل ما قلت استعملوهم استعملوهم يعني تيبيكول دو ريان دي تو يبيع بلاده ويسب بلاده ويسب رئيس بلاده ويسب مؤسسة بلاده ويسب وش الفايدة نتاعو غادي يتدفن تما عندهم يتدفن بالسيف عليه يدخل مش باش باش يعاقب ولا ما يعاقب اللي يعاقبه هو ضميره فقط باش يشوف الجزائريين أحرار اللي كثيرهم هنا في القاعة مثلا عايش هنا ولبس عليه وعنده وظيف ويخمم في بلاده.